والله العظيم انا محظوظ جدا، لانه احنا تنعرفوا بانه في الدراما الوطنيه المغربيه يعني التعامل مع اللغه العربيه يعني كلغه فنيه في الاعمال الدراميه ولا في الاعمال السينمائيه في المغرب يعني تكاد تنعدم للاسف الشديد. لكن اجد نفسي يعني محظوظا، لماذا؟ لانه خضت مؤخرا يعني عده تجارب مع اشقاء عرب يعني من خلال اعمالهم الفنيه، تمت المنادات علي، وسبحان الله يعني هذه اللغة هي لغة مقدسة، اللغة التي اصطفاها الله سبحانه وتعالى من بين اللغات كي تكون لغة آخر الديانات السماوية، كيف لا أن وأن لا تكون يعني اللغة العربية لغة مباركة. سبحان الله، يعني من يتكلم اللغة العربية هذا ليس، لكن هذا واقع يعني يفرض نفسه بقوة. من يتعامل مع اللغة العربية فإن هو بالضرورة يتعامل مع لغة القرآن، يعطيك الله عزة من عنده. يعني سبحان الله، هذه اللغة مباركة، ولما تؤدي دورا يعني باللغة العربية الفصحى تكون عندك واحد البعد جمالي خاص بك وأنت تؤدي الدور. أنا جسدت يعني أدوار مختلفة باللغة الفرنسية، بالإنجليزية، يعني بالدارجة المغربية، وهلم جر يعني العديد من اللهجات ومن اللغات، يعني جسدت بها أدوار مختلفة. لكن سبحان الله، لما يعني أجسد الأدوار تتاح لي فرصة تجسيد بعض الأدوار يعني باللغة العربية، والله العظيم يكون العمل عنده خصوصية ويكون له سحر خاص.